عندي واحد. يلا أخذ. هسه ليش ماكو سؤال؟ ليش ما هاي؟ عندي واحد. ليش ماش؟ هاي شان؟ هاي ليش؟ راح تسأل بيها يحسب؟ وفهد يمكن وقف. عندي واحد والله عندي واحد بس ليش ما اشتغل؟ هاي مشكلة عندي. وقف فهد بس بليس 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 فهد. اي فهد اوكي شوف لا والله ما عندي شعن. الله اكبر والله ما عندي ما يستخلى هاي الشعن يابي. لا والله نسيت يا بارح اعطي الشعن. والله شوف والله اريد كسر هاي موبايل بس حرام بابا شنو الصف صح بالبايو عندي قصدت شي يوزر نيم. يلا شاركم جيب غيركم. ايه بسم الله قول بسم الله ابطال. هاي جالاكسي وعدو اي فاطمة ثانك يو. ماكو أرام الوزي بالبيت سعادة ماكو رودي والله ماكو رودي. راح ألعب ويا جو شو اسمه جمونة. أنا قلت له جمونة جوية هاي والله ما يجت. يلا راح ألعب ويا خالة أحسن. الجوية يا والله أنا كل ما أريد نام صراحة. جماني قال جوي ما ترد علي ليش سبب ليش شكو خسر الجوية. والله ماكو رودي حبيبي والله ماكو والله ما عجبك توكي بابا تذكران. لا بابا شلون انا شنو مريض فما دخلت بيت صار لي هواي. اوه هلا بيك ويلكم باك بابا. ليش ما تساعد ويا رود؟ رودي خليه يفتح بس وبعدين ساعد ويا جوي. بابا قول ملاك بابو. وين ما وين بابو جمانة ما جمانة والله دزلتها بس ما 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 أريد جمانة.
يلا باي، تصبح على خير. تصبح على خير زينب. بابا عندك عطلة؟ نعم عندي عطلة ريما. بابا ساعدني. كلامك يجنن بابا حبيبي والله. اجي ويا بابا قول لي بران بلاين. بابا ليش ما تدرس؟ خلصت عندي عطلة. أما إذا ما عندي مدرسة ما أدرس أنا هيجي. يلا سلام حبيبي. هلاو هاو ار يو جود إيفريثينج إن شاء الله. الجوية بابا قول رقية باكر تفتح البيت إن شاء الله. نهي بابا نحن ننتي فاف. بابا صار لك هواي ما أفتح البيت. لا بس بارع ما أفتح البيت بس بارع الجوية. Good. Hope you are very well. والله thank you so much. If you are good, I am very good. I am better than you. Thank you. حبيبي كم راح أدز للجمانة إذا ما أخبر راح. إذا ما أخبر راح. أي بابا. ترى أنا أدز لك بس يلا ما أخبر مشكلة. عم جولة؟ يلا. شلونك؟ كلش تمام ان شاء الله؟ يعني زينة. وانت؟ يعني فري زين. يعني هواي زين. بابي وين لارين؟ لارين هسه نايم. هاي لارين قدامكم تفضل. اهو بابي اليودي ان شاء الله اذا ما عندي مشكلة ويا جواز راح اجي. Thank you, والله. Thank you so much. Oh, how can I say your name? Sorry, I don't know. والله, your name it's like so complicated. Wait, your name. Wait, I tell you. Can I tell you Sarah? Yeah, I tell you Sarah. Okay, because I don't know how to say your name. I will tell you Sarah. Okay, Sarah. Sarah. عشان هاي قبيني. شلون حبيبي؟ شلونك بابا؟ الحمد لله بابا. 10 مرات عشان قبيني. اي والله لا كل يوم لازم 1000 مرات. اذا ماكو قبيني ما يصير. شفت جوية خسرت هاي كل وراك. اما اوكي الجوية بابا اموت عليك. Thank you, Sarah. Sarah, it's my Sarah. Your name is Sarah right now for me. Cup soup. Tan 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 tan. Hi, Shino. Hi. Jamal, I just want to talk to you. No, I don't want to. I'm not ready, Bachir. لا ذوق. ليش جمانة ما يشوف شو اسمه دوري عراقي؟ أنا قلت لهم ما أريد على موت هاي. يعني دوري عراقي. عراقي. ثانك يو سارة. ادور عراقي؟ ايه دوري يعني جوية شرطة. اجي ويا بانكا على المود ما يصير. من كلش عارف على العراق. بغداد بصرة. بصرة لو بصراوي. بابا ما اقدر انام. ليش ما اقدر انام؟ راح انام يا ابي. انجلاند وان. شنو اسمه بالعربي؟ حيل. حيل. حيل يوميل. جمالة صارت هيك. لا جمالة. لا لا جمالة. لا جمالة. شنو قبينا؟ والله قبينا.
سنيك بيبي هاي هاي تركي بالبوبجي كمبارين شو تحسي؟ وات؟ ها جمانة شنو قبلة؟ قبلة؟ اليوم بيت ويا جمانة صارت قبلة برافو أرد أسد أسد؟ أنا أسد شوف ها هذا أسد لا تلعبه أسد الزوراء هاي أسد مو حقيقي يعني تريد روح؟ الله وياك لا يعني هيك الله وياك السلام عليكم يطردني بدون ما انا اقول ما اريد لا 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 شاك وياك لا 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 باي تريد روح؟ ايه والله 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 ثانك يو سو ماتش ساره بيج بيج لوف فور يو الله وياك الله 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 وياك الله 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 وياك شنو ساره والله بيج لوف ولك لا ليش يا يابي يعني عفوا والله شوف يعني عفوا كبير لسه الدبل ما فتح لا لازم دبل يلا ماكو مشكله عسل يا رد سعد وياك خلي سعد وياك على راسي والله هسه سعد play against him in PUBG then I won for you لا اسوي هذا الحين دبل الحين دبل هناك ما كانش في بسوق عشان هيك عمرو سولي كل كوشي طلع يا عمرو سولي لك عاش عاش سولي يا مدريد لا تسولي مش هيك بابو الجوية خطرة بس هيك أنا ما زي كافي يا جوية شو بيكم؟ دعي عراق دعي عراق بالله عليكم شوي شوي ويت ويت شباب بالله عليكم كلوب لسولي كلياتكم بالله عليكم كلياتكم كلوب لسولي يا جماعة احنا تايم لك سولي الو بابا الو حرقت سورة لك بالله عليكم كلياتكم كلوب لسولي بالله عليكم يا شباب كلكم كلكم بالله عليكم أول حتى يفتح يلا يلا كل شيء كل شيء اسمع اسمع حسين منو يلعب بوبجي ولاد ادم هذول بالله عليكم يا جماعه كلياتكم كلوب لسول لو سمحتوا كلياتكم يلا كل شيء لو سمحتوا اير فورس وات لك يا عمرو سولي كثر الله خيرك حبيبي خلاص لا قلت ذا اير فورس اور ذا بوليس ما بدي غير سلامتك يا عمرو انت هاي مجكب انا العب بوبجي خلاص كمل كمل شغلك سولي حبيبي احبك بالله عليكم يا جماعه شايفين سولي فوق كلياتكم ضفت بعطيه حكم خفيف نو نو بروبلم ساره والله نو بروبلم تلعبون ببجي اني صراحه ما العبها هواي بس هو يلعب ببجي اللي بيلعب ببجي يجي عندي ايه هو خوش لاعب اللي بيحب الكره يروح عنده play against him in the PUBG them I win حبيبي والله I play I will try okay I will try if I win I will do حبيبي والله كم إلك على التيك توك؟ صارت هواي أنا ما ألعب ببجي. أكو عرب بالطيارة. كم إلك تلعب ببجي؟ أنا كنت سيزن كم؟ أنا ألعب ببجي. أبا كلنا ألعب ببجي. اسمع، دعطيك حكم خفيف كم مثلاً؟ على راسي. أوكي. نعم. تحكي سولي أقوى محقق 10 مرات. أقوى شنو؟ أقوى محقق. أقوى مو محقق مواق لا والله عندي مشكلة وين عربي أقوى سنة أقوى يحكي سولي توب 1 10 مرات سولي لا سولي بطل مو والله لغة توب 1 سولي توب 1 عفوا سولي توب 1 وانت توب 1 حبيبي حبيبي يا ترفي ان شاء الله راح نلعب ببوبجي بعدين راح تعال حبيبي انت شايف بميت زين وانا عم بسوي بكره تعال على البثي ونلعب روم ان شاء الله حبيبي يلا عندك شغل سي حبيبي حبيبي والله حبيبي منو خلي هاي ولد اجي انفستر حبيبي علي طيب
يلا صعد عسن بس منو هاي عسن اقول لي هاي هاي عسن هاي هو اوكي هاي هاي وين عسن دز لي جيست حبيبي بس ليش ما افتح روح افتح البيت ودز لي اقف رعسيت لك شو اسمه عسن هاي هو ايه هذا عسن بس شو اسمه روح انا سويت لك فولو روح افتح البيت وتعال اوكي يلا لا لا وعلى كيفك روح افتح البيت تعال يلا هاي اوقف راح سويت لك فولو ايه هاي اخو يحسب مو اخو يحسب ما اعرف والله ما انا صراحه ما اعرف منه بابا احكي كردي السلام عليكم شلون باشن زار باشم صديقه اسا يلا خليجي ابي عادي حبيبي والله بابا سوي قلب جسم لا صاحب يحسب اوكي waiting for you يعني هواي no problem حبيبي من وين انت من وين من وين عراق من بغداد اهلا وسهلا يحسن هو اخوك لو صديقك ايش بهني والله يا والله صديقي المقرب والله عبالي اخوك لا والله ايه. صديقي هو ابي اخوك نفس اخوك انت وين تلعب اني تلعب شو اسمه بالنادي اسمه نادي بالفرنسا نادي اخواني ان شاء الله يعني اي توب شوف بالفرنسا اكو ليك ان ليك دو ليك ان واحد اللي جماعه مبابي ناسيونال وبعدين ريجونال انا بالرابع جيد بس انت عراقي ها بس انت عراقي انا عراقي كده جيد يعني عراقي وعراقي شبين يابي انت يعني عراقي من بغداد لو كردي لا انا كردي انا جيد. كردي انا من مخمور محافظة موصل good يعني موصل من موصل نعم من محافظة حبيبي جيد زين سويت اوراق عراقية لا والله ما عندي هاي شو اسمه عندي مشكلة أول باسبور والثاني أوراق قوية منتخب لازم تسوي أنت لعبت منتخب فرنسا لا ما لعب ويا منتخب فرنسا ولا منتخب العراق لا ولا منتخب العراق أنا لعبت بالناشئين فئة الناشئين تعرف شنو هاي زين يعني تحت 18 سنة تحت 18 سنة أي أوكي أنت أي لعبت وياهم وهسه حاليا يعني وهسه يعني يعسوب تحت كان يلعب تحت العفو 23 بس هسه هو طلع لين اصابه خطيه بس شنو عندهم مباراه ويا اربيل منو فزت باكر لعبتهم باكر لا والله اوكي لا باكر صار ويا فهد ان شاء الله بس انت لاعب كوره هسه لو احنا لعبنا وضعهم بس خسرنا لا والله انت اي نادي انا نادي كهرباء كهرباء تعرفهم امي يحب نادي كهرباء لك والله لا ننتل وطلبه والله احنا ننتل ترى احنا ننتل انتم بو اوقف شنو كهرباء لو جو طلبه والله ما اعرف انت كهرباء خوش انتم بالشو اسمه بالاول او بال ثاني بالليك ليك بالليك واحد ويا يلا عندكم وردين اذا عندكم انت شنو انت يا مواليد انا مواليد 2006 يا شهر الله يلا وردين اذا عندكم وردين يلا ابطال وردين انت يا شهر شهر الاثنين يعني انا اكبر منك بشهر واحد لا والله والله انا واحد حبيبي والله حبيبي قلبي ثانك يو مريم راس انت يعني انت 18 مو؟ ايه يا ابي 18 من انت شو مركزك؟ اني وسط هجوم لا الهجوم مو لك هجوم مالتي هذا ما يصير خلاص العب وسط على مو شوف
شوف انا قلت لك عسل موم عسل حبيبي، انا بس باقي نادي وباقي اوراقه وبعدين اقدر لعبويه مو منتخب اول منتخب شباب لازم، بعدين منتخب اولمبي وبعدين منتخب اول ان شاء الله يا رب العالمين. لا ان شاء الله. زين انت ايش يسمونه؟ نعم يعني مكانك يعني اجتك دعوه من منتخب العراقي لو لا؟ لا والله لا. بس ايش تسوي؟ ايه ايش تسوي؟ اكو شي ثانك يو مريم، اكو اعلام شوف منتخبنا يعني العراقي شنو بيدي الاعلام منتخب الشباب خاصه، وخاصه هو كابتن عماد اللي مدرب منتخب الشباب دائما يدور اللاعبين المغتربين لانه هم بالاوروبا عافيه، تعرف اللاعب المغترب عقليته شويه فول يعني تدرجه صحيح، مشيته صح، لعبه صح، مكانه صح، مبارك حبيبي. مو مثل اللاعبين احنا العراقيين، شنو العراقيين شنو يعني كل واحد كيف مزاجه، اليوم يلعب اليوم ما يلعب اليوم يتمرن. اي والله كلامك كلش صح يا حبيبي. اي فانت شنو يعني تواصل، اكو اعلام اكو شيء تقدر تتواصل وياهم فول. صدق والله صراحه اني والله صراحه اني ما يوسف الامين، يوسف الامين ايه كنت تيجي شوف يجي يختبر، انت شو تسوي؟ قدم دعوه، انت يعني قدم اوراقك قول لهم اريد اختبر. اي عافيه. اي انا اعرفه. انت قدم شوف هسه ما حيجون، اجوا اللاعبين بعد فد 10 ايام 15 يوم ورا نهايه دوري الشباب يفتحون اختبارات، انت تقدر تجي. نعم صحيح والله كلامك كلش صحيح. صحيح هم يوسف لا تظل مهمل ويعني قاعد وتريد تجيك دعوه، ايش ما يصير. نعم صحيح اكيد بالضبط. تسوي شو تسوي؟ تمرن وخلي تواصلك يعني ويا الاتحاد انه انا لاعب مغترب اجي اسوي اختبار حالي حال يوسف الامين، حالي حال ادم طالب. قول كلهم بس هو مدرب مال، عفوا مدرب مال هاي مال اولمبي، شفت ستورياتي شفت كلهم يعني على مود ما شاء الله ما شاء الله هو ناس سوي نشر عليه وسوي تاج عليه تبارك ثانك سو ماتش، وبعدين هو شفته بس بعدين انا نزلت الرساله، نزلت الرساله مدربين عراقيين ثانك سو ماتش بس ما يجاوب. بس هذه اكو واحد اسمه ما اعرف والله نسيته، هو بالامريكا اسمه شنو؟ شنو؟ والله نسيته. ثانك يو ساور، ثانك يو تبارك، بيك لوف، ثانك يو تبارك. انا جايز كل فولو ساره كل يلا طال والله بعدين راح ادز لك. اوكي دز لي انستغرام مالتك بعدين. ايه عندك انستغرام؟ طبعا. اوكي ثانك يو تبارك. اكتب بعدين دزلي بالتيك توك شات. تشكر تبارك. زين انت وين قاعد في فرنسا؟ انا راح اجي على فرنسا بشهر التاسع. لا والله 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 يمي ورد انت والله لا والله استدولة انا العراقيين العراقيين من يوصلك شهر شو لك؟ يمي والله لازم والله لازم انت وين تروح؟ والله وين تروح؟ والله اذا جي عمود لعبات منتخب الاولمبي هيك اجي اتونس اباو العب وش بيك؟ باقي 14 يوم اكو مباراه. ايه هو اجي عليها. لا والله والله من وين؟ وين؟ يمي حبيبي اجي ويا مين؟ اجي ويا مين؟ لا لا انا اقعد فندق وشي انا يعني عندي شو يسمونه يعني ان شاء الله اكو هم هواي ناس راح يجين بال شو اسمه صديقاء من بلجيكا بالاوروبا بالعراق. اكو هاي ولد اسمه عبد الله. عبد الله؟ عبد الله ايه عنده بيج اسمه ذا Iraqi International Team. عنده هذا البيج اللي يصير مالته دايركت عافية. عبد الله مر ايه لا مو هو عنده هواية بيجات هم هو شو اسمه كاميرامان بعدين راح ادز لك كلهم. ثانك يو تبارك. عنده شو اسمه دبل يمكن جيرلز اوكي هسه جاي ان شاء الله راح اشوفك مليون. بس انت هسه انت وين عايش؟ هسه بالبغداد. بس شلون يجي فرنسا؟ عندك فيزا؟ لا يعني عندي يعني اخوي ساره. يلا باقي وردين اذا عندكم وردين. هي فيزا مو صح؟ لازم ويا فيزا يجي فرنسا. الفيزا مالتها صعبة صح؟ والله صديقه ما اعرف شلون اقول هاي
يعني شو اقول لك صديقه والله يعني شنو صديقه والله ما اعرف شو اقول لك بالعربي بس احكي احكي عادل على كيف يعني هاي فيزا يعني مرات زين مرات مو زين بس هيك شيء جود اوكي اوكي لا مو انا عندي اخويا يعني هو اخويا وابويا يعني هو عنده هويه مال رجل اعمال نعم فيدخل ويطلع عادي ماكو مشكله انت راسين لا لا انا الفيزا عليه سهله اقدر اجي انا حاجزين يعني نجي ونروح اشياء اوكي 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 بس انت وين قاعد فرنسا انا قريب الليون انا الساعه ونص بالليون الساعه ونص بالملعب الليون جروب ما ستاديوم ليون 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 ايه ايه زين ايش قد تبعد عن العاصمه اللي هي 5 ساعة اوه هواي هذي بعيد اي والله كل يوم هيجي العاصمه روح باريس اماني روح باريس يمكن ويا عبد الله ان شاء الله هاي بيت انا قلت لك يعني تجي لباريس راح اروح باريس ان شاء الله جيد جود جود حلو حلو بافو منو فاتح هذا حساب بعد غير ويا بافو يعني دخلنا وياه لا بس سابع لا بعد مو التاسع سابع اي ما ادري انا عم بالي التاسع اه ما يلا يعني هو باليوم 24 يوم 27 و30 بس شنو يوم 30 هو بعيد شويه بالنيس يعني يم الايطاليا يعني هاي ايطاليا وهاي نيس وهاي موناكو هو اني اجي اجي على شنو حسن صار لي ساعه اكتب والله ما شفت ما ادري اجي على مود شنو اجي على مود اكل عبات بدي اشوفهم واكل عبات لا هيك ارد اتونس انا ما ادري ان شاء الله ان شاء الله قلبي ان شاء الله سفر خير ثانك يو ساره بافو بيج بيج لو والله اي لاعب شو كنت تقرا بافو انت اي مرحله بالدراسه واصل انا هسه بالسادس جيد ان شاء الله بس شنو ما اعرف يعني مو كلش انا اقول لك شغله المواد العراقيه فلوس ما تنطي للشباب اي اعرف اكيد على المود هاي ما تنطي الشباب لو يطلع نوم بالمستقبل لو اسمك انت شنو اسمك؟ اسمي بافر اسمك؟ بافر اقول بافو بافر ار بافر بالكرد احنا نقول بافر بس بالعربي بافر جيد جيد جود باوع لو تطلع بافل لو تطلع رونالدو بالمستقبل تصير ما ينطيك اكثر من 300 دولار قول والله والله هاي هيك هنا اعطيك هواي يا اذا انت تلعب ويا نادي يعني خوش نادي اعطيك هواي بس هسه بال يعني نادي قوي جوا تيم اول كم اعطيهم كم اعطيهم هواي بالاول؟ ايه بالهواي هواي مو بالاول ينطيك شوف احنا عندنا بالكهرباء عندنا هذا امور فيصل استلم 80 مليون عراقي تعرف شو يعني؟ ايه يعني راتب راتب قصدي قصدي كم حطيك الراتب يعني هو شنو الراتب؟ ينطوك اياه مره واحده شو ما شو ما تخرج والله ما ادري احنا يوم كسرت هواي هسه اخرج بس افضل يعني 55,000 دولار الموسم كله ما شاء الله حسن كلش صريح يعني شو تشوفه جيد بس شنو هاي يعني هاي بعد يعني هذا واحد من 1000 لاعب نعم اي يعني صعبة صعبة والله ما اعرف اذا اكو نادي يدز لي يعني شو اسمه بالعراق مع فقر اول شوية عالي بعدين ما تم نادي يا راح حبيبي حسن اجي فرنسا من وين يمي حبيبي والله هتروح انت لا والله روح باقي شوي وبعدين روح العب فيفا عندك فيفا فيفا بلاي ستيشن عندي بلاي ستيشن بس ما ادري يعني شنو فيفا شنو تلعب كوره كوره نفس البي اس عم بالعراق عندي في ثاني وعندي فيفا بس يا فيفا يعني اونلاين تلعب اي اونلاين تلعب اونلاين؟ لا ما العب انا بالعادة العب ببجي مثلا عندي من بعد عندي ببجي لان الاشياء اعرف العب يعني انت عندك انفور ثلج عندي لا عندي عشان ايش طلعت؟
انت طلعت والله مو انا والله والله انت والله مو انا انا يعني انا يعني شلون طلعت انا حاط التليفون هيك والله مو انا 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 هيك يابي والله انا امشي هيك قاعد شلون طلعت يعني هاي طلع والله هاي جليتش تيك توك يا اي لا تقول لي انت طلعت انا ما طلعت تخبل يعني انا حاط تليفون ايدي هيك ما لي يدين بعد ايش يسوي حبيبي انا ارجع اقول السلام عليك عادي عادي قلبي حبيبي السلام حبيبي يطلع لك الله الله يوفقك ويكتب لك ان شاء الله مستقبل حبيبي. مثل وجهك حلو حبيبي Good luck. عيونك تشبه القهوة مو سادة ومو مصة بابا تلعب بوبجي يا سارة هو ما يلعب بوبجي يا هابا هاك بناتي هاك شبابي هاك يلا أخذ كلام بلاش تلعب روبلوكس والله اختي لارين انت خلا شو اسمه كلام بلاش خون بولين خون بورتو تيكس بابا اكسر هوا اي هاي بانكا والله والله خليه يقول لكم صراحة thank you so much اللي عندي 230 سب لهاي وقت يعني صراحة أحبكم أهواي شكرا ممنون شكرا 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 ممنون إن شاء الله يلا أحبكم يا أبي أحبكم سوي عرب عادل والله كان نحسي بس حرام من مخمورة تانية عاملينها بابا انا مريض الله يشفيك حسين الريدك تبارك والله الله وياك الله 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 وياك بابا هم انت تحب باجي يعني هاي اكل باي حبي باي باي وانت رايح شكرا حبيبي عامل ايه؟ شلونك كابتن قلبي؟ حبيب قلبي انت منين؟ انا من العراق قلبي احسن ناس والله يا حبيبي حبيبي من مصر؟ من مصر حبيبي احلى ناس احسن ناس والله تسلم لعيونك يا غالي حبيبي شو اسمك؟ خب شوش حبيبي اه انا انا اسمي بابو بابو؟ لقبي بابو بس اسمي حقيقي بابو عش لسامي بوفا حبيب صح حبيب والله عليكم السلام يا كابتن محمد اول مره بس بس ما تمشي لنا وحش عيب you think that I can see you that you sent them والله so I don't care والله I don't care but if you want to go go with him don't come in my life الله ملناش دعوة يا يوزر ايه المشكلة يعني أنا شو اسمي بابا؟ اسمي بابل بابا انت عايش فين يا بابا؟ نعم؟ عايش وين؟ فرنسا حلو انت؟ مصر؟ لسه في مصر والله للأسف ليش؟ ما دا هنعمل ايطاليا ان شاء الله راح اجي ايطاليا ما كو هواي المصريين يحب يطالع إن شاء الله بس كم عمرك؟ أنا 27 27 إن شاء الله أنت جيت مصر كم مرة؟ أنا ما جيت مصر
مصر حلوة لما تعال مصر. أنا يعني جيت مصر راح أجي قاهرة إن شاء الله عاصمة راح أجي ويا هاي لينا. بابا ليش ما ترجع على مصر صارت جنة؟ والله يا ريت. خاصة مصر حلو. هسه ما أقدر أعيش صراحة. ساعدنا. كبسوا كبسوا. يلا يا جدعان كبسوا كبسوا كبسوا. قول لبابو يفتح طعمين. مين انت؟ قول بابو شنو؟ واحد بيقول لي خلي بابو يفتح التعليق بتاعي. اتحدلت عملت لي بابو. ساعة كم يمكم؟ ساعة 3 دلوقتي. الصبح. يعني نفس العراق. بالضبط. بابا الله يشفيك شنو حبيبي. ما طالما عمل لك ميوت يبقى انت كتبت كلام ما على مش فاهم. انا سويت ميوت؟ واحد اسمه يوزر كده. يوزر والله ما اعرفه. يمكن ابوي بس ابوي ما ميوت احد اذا ما غلط ما اعرف. طبعا. بابا تجي على بغداد ان شاء الله. ترجع العراق اكيد بغداد. عاصمة لازم اجي. قولي له انت يا ديما انا مالي. انا كل بابا خلي يفتح طريق يا عم. انا قلت له اهو خلاص هعمل ايه تاني يعني. ابعت لي اسد وانا هقول له تاني. محدش يا جدعان بيكبس عندي خالص. مش عارف قولي بس اللي يكبسوا. قولي قوي بقى اللي هيبعتوه ويعافر بجد هيبعتوه. ابعت بس ان شاء الله. ابعت ليه انت تخش كده. انت يا عم مفيش حد احلى. ماشي ويو كوش. انا احب كاندي. بابا تعال حلب هاي انت اشتاكل جبس. بابا سعلنا والله. يعني الناس بتكبس طريقة حلوة اوي والله يا حبيبي بجد والله. تستنى وين علش والله شيبه. والله ما اعرف شنو اسمه لايس. كلش كبير. بابا شنو أكثر أكلة تحب؟ دولما كيف؟ بابا عافية حبيبي والله. أنا راح أطلع لأن ما ترد. والله ما شفته قلبي والله. إذا شفته راح ترد عليك. يعني بابا ترى أولمبياد بارز إيه أكيد. قرعوية أحمد. يعني مصطفى فو أحمد وحسنين أنتو إن شاء الله. حبيبي يا بابو شكرا يا حبيبي على الجوزه. سلام حبيبي باشا. سلام والله. هلا والله. بالعافيه حبيبي. بابو كافي كافي له قهوه. كافي ليش ساعه كم يمكن؟ ثلاثه مو؟ بابو امك من وين؟ امي من مخمور بس هي كانها من مصر. بابا ساعة بيت يومكم ساعة 2 يعني عندنا ساعة فرق. ها شكو من وين؟ مخمور ما أفضل موصل. هم هي كن من موصل يعني راح من موصل. احنا قريب عن موصل ما أفضلنا اسم موصل. مش قد عمرك 18. احنا هم 2. لا عندكم 3 مو انتم؟ نيا دولة عراق ياب. ها صدقت شلون غير موصل من وين؟ من بنغلاديش. هاشميهم بابا تباتش تفتح البيت ان شاء الله. يا حبيبي كم تدوم باي.
وقف واحد يقول يا عاصفة ولا عاصفة حبيبي ايش اسمه؟ عاصفة صراحة ما شاء الله حبيبي بابا حبيبي باكر عندنا لا عندنا عطلة يمنا يمنا عندنا عطلة بابا شنو انت صار لك ثلاث ايام ما افتح البيت شوف خلي اقول لكم صراحة ليش ما افتح البيت يعني ما اعرف يا حلا يا انت ما سهيجي ساعدني امتى تنام انا عندي عطلة عندي عطلة ما تنام شوف انا نام الساعة 6 بعدين لما قمت اروح التمرين ارجع بيت شوف الكي دراما مسلسلات الكورية مسلسلات الهندية لا ما احب مسلسلات الهندية صراحة بعدين راح افتح البيت وياكم حتى الساعة 3 4 وبعدين راح العب فيفا هاي الدنيا هاي هسه عطلة انا عطلتي هيجي خليني اقول لكم اول شيء انا راح اقوم يعني من الساعة يمكن 4 5 عصر اوكي وبعدين اكل صلي وصلي وانا اروح التمرين وارجع من التمرين يعني ما اشوف ما مو كل يوم اروح التمرين يعني مو كل يوم موزن وبعدين ارجع بالبيت شوف يمكن تيك توك اللي سويته من شن علي لو انستغرام راح اشوفهم راح اسوي فيديو راح اشوف الفيديوهات اذا اسوي فيديو راح انشرها راح اجاوب كومنتات واذا لا راح اشوف المتابعه شو اسمه كوري